وما نحن نشاهده في واقعنا المعاصر. لكن هناك هبة الآن على السوشيال ميديا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الدول العربية بالتحديد، وهناك نداءات كبيرة لمقاطعة المنتجات الهندية. بماذا تعلق على تلك الهبة؟ نعم، ولا شك هذا مما يثلج صدورنا، وهي أن الأمة وإن كان لا يوجد في من يقودها ليرفع لها رأسها، إلا أن الشعوب مع ذلك لا يمكن أن تسكت ولا يمكن أن تدك رؤوسها مثل النعام. وهذا التعبير لا شك أنه يثلج الصدر، وأن الأمة ما زالت حية ومستيقظة، وأنها لا تسمح لأي أحد أن يعتدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يعتدي على أي مقدس من المقدسات. ولا شك أن الفرد المسلم ذكرا أو أنثى، كبيرا أو صغيرا، هو مقدس، بل وحرمة الإنسان التي جاء بها الإنسان. الله سبحانه وتعالى بين قيمة الإنسان وحرمة الإنسان أن يعتدى عليه بقطع النظر عن ديانته وعرقه ولونه. إذن فهذه الهبة على السوشيال ميديا خاصة من الدول العربية وتحديدا من الشعوب هي تدل على أن الشعوب لا تزال يقظة ولا تزال حية، وهي لن تسكت، وهي ستدافع وتقاوم بقدر ما تستطيع وبما استطاعت به وبما تكتسبه من الوسائل، على الأقل وخاصة وسائل سوشيال ميديا، وسائل المواقع الاجتماعية، وأصبح لها تأثير. فالأمة ولله الحمد مستيقظة، وما تطالب به الشعوب نحو الهند ومسؤوليها أمر يثلج الصدر، لكن في المقابل نحن نتأسف ونتألم ألما شديدا عندما نجد القادة الذين لهم سلطة القرار بعضهم يذهب يمينا وبعضهم يسارا وبعضهم يندد تنديدا باردا باهتا لا يسمن ولا يغني من جوع. إذن فهنيئا للأمة الإسلامية بشعوبها، سبحانه وتعالى سيجعل من هذه الشعوب أفرادا في المستوى المطلوب يقودون الأمة في المستقبل إلى مكانتها